صباح الخير طلبة وطالبات. اليوم سأنتقل لمواصلة محاضرة المتعلقة بمسرح برشت وعلاقة المسرح طبعا بالفلسفة، على اعتبار أن كما أشرت في المحاضرة السابقة إلى أن برشت يحاول أن يواصل توظيف أصل مصدرين فلسفيين أساسيين في مسرحه، وهو الفلسفة الماركسية وفلسفة يعني التنوير. وآخر فكرة كنت قد وصلت إليها قيام مسرح برشت على فكرة التباعد أو فكرة التغريب طبعا. والمقصود بهذا المصطلح بالدرجة الأولى طبعا هو حب الاستطلاع والاندهاش الذي يمكن أن يحصل للمتفرج وهو يشاهد العمل المسرحي، مقابل ذلك التماهي الذي يحصل في المسرح الذي ينطلق من الفكرة الأرسطية للمسرح. إذن التباعد أو الاغتراب يهدف من خلاله، أو التغريب عفوا أيضا يهدف من خلاله برشت إلى أن يدفع المتفرج ليمتلك نظرة للعالم، وأن يمتلك تصورا من خلاله يستطيع أن يحلل الواقع الذي يحيط به، بدلا أن يتماهى مع عواطف وانفعالات يعني المتفرج أو الممثل. وطبعا الفكرة الأساسية التي يريدها برشت من هذا هي أن يدفع المتفرج إلى أن يكتسب أو أن يتعلم آليات التفكير التي نجدها في الفلسفة الماركسية، والتي من خلالها بإمكانه أن يصبح قادرا على تحليل الواقع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي تحيط به. ولهذا فما يعرف على مسرح برشت بدلالة بسيطة هو مسرح لا أرسطي، مسرح لا أرسطية، أو دراما لا أرسطية، باعتبار هذا الاختلاف الكبير بين الوظيفة التي يريدها برشت من المسرح بأن يفسر العالم وأن يسعى إلى تغيير يعني العالم. فالهدف ليس هو خلق الإثارة لدى المتكلم والمشاهد. هذه طبعا كما قلت إحدى الخصائص التي استمدها برشت من التنوير الدرجة الأولى. وهذا القيم النقدية بالدرجة الأولى التي حرص برشت على المحافظة عليها في مسرحه الملحمي دفعته إلى أن يضع أيضا مسافة بينه وبين المسرح الماركسي الذي كان يدعو فقط إلى أن يتحول المسرح إلى أداة للدعاية والبروباغندا. وهذا أيضا كما أشرت هو ميزة أخرى لمسرح برشت مقارنة مع زملائه ومع الجو العام الذي كان يهيمن عليه التصور يعني الماركسي، وخاصة هنا نموذج كروتش وسيكاتور. فالمسرح بالنسبة لهؤلاء هو مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبالنسبة لبرشت لا يمكن أن نختزل المسرح في اعتباره مجرد يعني انعكاس لهذا الواقع، وإلا سيتحول المسرح إلى دعاية سياسية للشرعية يعني الماركسية، بينما هو بحسه النقدي يعتبر أن هذا العمل المسرحي بقدر ما أنه يعالج هذه القضايا الاجتماعية، لكن لا يجب أن يسقط في كونه مجرد يعني محاكاة لهذا الواقع وانعكاس لهذا يعني الواقع كما هو.
صحيح أن بريشت كان معجبا بالماركسية، ولكن للطلبة لكي يدركوا بشكل جيد، فالإعجاب بالماركسية لا يعني بالنسبة لبريشت تبني هذه الماركسية بشكل أعمى ونقلها إلى معركة معارك الماركسية إلى المسرح، بقدر ما أن المهم بالنسبة لبريشت في الماركسية ليس هو جانبها الإيديولوجي، وإنما هو جانبها يعني العلمي، محاولة يعني. ولهذا قلت في المحاضرة السابقة أن المسرح هو علم بالنسبة لي في اللغة الألمانية، يعني تياتر فيسنشافت. فهذا المسرح الذي يريده بريشت هو أن يستمد هذه الأسس من الفلسفة الماركسية لكي نرقى بمستوى وعينا ومعرفتنا للواقع بطريقة يعني علمية، لكي نفهم القوانين التي تتحكم في الدائرة يعني الاجتماعية، بدل أن نتفاعل مع المسرحية باعتبارها مجرد يعني أداة للتأثير وللدعاية يعني السياسية. لأنه حينما يتحول المسرح إلى مجرد دعاية، فإنه المستهدف يكون هو فيه الإقناع بالعواطف والمشاعر، عوض مخاطبة يعني العقل. وهذا المسرح البريشتي هو مسرح يسعى إلى نقد هذه البداهات التي نجدها في الحس يعني المشترك، وهذا النقد لن يتم إلا باستلهام الماركسية كعلم، وليس كإيديولوجيا نسعى من خلالها إلى تكريس يعني تصور يعني معين يمنع الناس من التفكير النقدي. المسألة الأخرى التي يعني يعتبرها بريشت أساسية في الماركسية وتبناها في مسرحه الملحمي، وهي فكرة التفاؤل، لأنه الماركسية كانت طبعا طوباوية ونظرية تسعى إلى تغيير الواقع، ولديها يعني اقتناع بأنه لا بد أن نصل إلى المجتمع الاشتراكي، وهذا النوع من التفاؤل طبعا يهم بريشت، ولكن ليس بالطريقة التي يعني تنظر إليها الماركسية أو تريدها أو يريدها يعني التيار الماركسي. ففكرة التفاؤل طبعا تبدو عند بريشت من خلال إيمانه أيضا بأن المسرح بإمكانه أن يساهم في تغيير داخل المجتمع، لا أقل ولا أكثر. وبالتالي فهذه الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها المسرح هي وظيفة استمدها بريشت من الماركسية، إلى جانب طبعا الحس النقدي الذي استمده من الفلسفة يعني التنوير. دونك المسرح يمكن أن يساهم أيضا بالنسبة لبريشت بهذه الخاصية التعليمية إلى تسليح الفرد بأدوات التحليل النقدي، وحتى يتمكن هذا الفرد من المتفرج في حقيقة الأمر من فهم آليات الهيمنة والسيطرة في المجتمع. وبالتالي المسرح كما قلنا لا يقل هنا بالنسبة لبريشت عن العلوم الإنسانية الأخرى التي تمدنا بهذه الأدوات التحليلية التي تمكننا من فهم العلاقات الاجتماعية وآليات السيطرة وكيفية يعني الاشتغال ديالها. وخاصة أن بريشت لم يكن ماركسيا أرثوذكسيا يؤمن فقط بالعلاقات الاقتصادية وبالهيمنة الاقتصادية، وإنما على خلاف الماركسيين الأرثوذكسيين، فبالنسبة لبريشت هناك آليات أخرى للهيمنة مرتبطة بالعلاقات يعني السياسية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات يعني الثقافية، وكل هذه الآليات التي تشتغل بشكل يعني جماعي من أجل فرض واحد الهيمنة معينة. بالنسبة لبريشت يمكن للمسرح أن يساهم في تفكيك يعني هذه الآليات ودفع الفرد إلى أن يفكر بطريقة يعني نقدية، وأن يتعامل بنوع من المسافة بينه وبين هذه الوقائع. وبالتالي فالذي يفيد هنا بالنسبة لبريشت هو هذا التعامل مع الماركسية كمعارف علمية، وليس فقط كمعارف يعني إيديولوجية. مسألة أساسية أخرى بالنسبة لبريشت، وهذا
يتماشى مع تصوري العام لوظيفة المسرح، أن المسرح بالنسبة لا أرسطيا، وبالتالي فهو لا يعتمد فقط على الحكي، على الحكي الذي يهدف إلى طبعا إلى ممارسة الفعل التأثير، وإنما يعني المسرح الملحمي هو يتجاوز فقط مسألة الحكي إلى مسألة يعني نوع من الحجاج، نوع من النقل يعني العقلاني لكيفية التفكير في الأشياء، وبالتالي فالمسرحية تريد أن تخلق لدى المشاهد هذه الآليات للتفكير، عوض أن تسيطر على مشاعره باتباع أسلوب يعني الحكي. نعم، مسألة أخرى طبعا في مسرح برشت، وهي مسألة مهمة، فالمسرح البرشتي هو مسرح لا يسعى إلى تقديم حلول نهائية، لا يسعى إلى تقديم هذه الحلول بقدر ما يسعى إلى عرض وقائع، وهذا العرض للوقائع هو فيه دعوة إلى المشاهد لكي يتفاعل معها بطريقة يعني تأملية، وبطريقة فيها نوع من التفكير، عوض انتظار نهاية المسرحية بحل المشكلة التي طرحت في المسرحية. فالهدف من المسرحية هو عرض هذه الوقائع وإبراز التناقضات الموجودة في المجتمع عن طريق نقل هذه التناقضات في قالب جمالي إلى خشبة يعني المسرحية، وبالتالي فهناك تناقضات كثيرة في المجتمع مرتبطة مثلا الحرب والسلم، العلم والكنيسة، الدين وسلطة العلم وسلطة الدين، إلى غير ذلك من التناقضات التي يعني تخترق يعني المجتمع، وبالتالي فالهدف من المسرحية وهو وضع هذا المشاهد أمام هذه المفارقات لكي يفكر فيها بطريقة يعني عقلانية، عوض أن يتماهى، أو عوض أن نجعل المسرح فقط يعني دعاية لأفكار ثابتة، وما على المشاهد إلا أن يتبنى هذه يعني من الأفكار. فالحكي طبعا يحضر لدى برشت، ولكن ليس هو المهيمن في العمل يعني المسرحي من بدايته إلى نهايته. وطبعا أختم يعني هذه المحاضرة ببعض النماذج طبعا من المسرحيات التي إشارات فقط، كما طورها طبعا أستاذ كمال فهمي في كتابه الفلسفة والمسرح. فهذه النماذج طبعا تبين أن المسرح البرشتي هو مسرح مبني على هذه المفارقات وهذه يعني التناقضات. ففي مسرحية في أدغال المدن مثلا، فهي مسرحية فيها نوع من التشخيص لطبيعة الصراعات الموجودة داخل المدينة، والمدينة طبعا هي رمز من رموز طبعا النظام الرأسمالي المتطور الذي تطورت فيه المدن، وكلما تطورت هذه المدن إلا وظهرت فيها مشاكل اجتماعية عديدة، وهذه المشاكل طبعا تتجلى من خلال يعني الصراع اليومي من أجل الحياة داخل المدينة، وبالتالي فالمدينة هي مثل الأدغال داخل الغابة التي تتسارع فيها الحيوانات فيما بينها من أجل كسب لقمة يعني العيش. فطبيعة الصراع هي مفهوم من الماركسي طبعا هنا يحضر، لكن يريد بريشت من المشاهد أن يدرك بعد خروجه من العرض المسرحي أنه يعيش في هذه المدينة، وأن هذه المدينة هي مليئة بالتناقضات، وأن هذه التناقضات طبعا هي تؤدي إلى أو سبب مجموعة من الصراعات، وبالتالي فعلى هذا المشاهد الذي يخرج فيما بعد إلى أن يكون واعيا بطبيعة هذه يعني الصراعات التي توجد، وكأننا طبعا ليس في المدينة وإنما في حلبة للملاكمة التي كل واحد يريد فيها أن يكتسب هذه المعركة. وبالتالي فبرشت هنا يريد أن يبين على أن يعني في طبيعة المجتمع الرأسمالي هذه الصراعات التي يحركها منطق الأنانية ومنطق الربح، عوض منطق القيم يعني الإنسانية. وبالتالي فالمسرحية فيها
هذا التماهي أو هذا التفاعل بين المشاهد وبين الخشبة التي تريد أن تنقل له يعني وعيا معين بطبيعة الحياة داخل المجتمع، وده أن تنقل أن تساهم في تفاعل في تماهيه مع العرض الموجود. المسرحية الثانية وهي مسرحية أيضا مهمة جدا يمكن أن نعود لها للقراءة في المستقبل، طبعا هي الأم الشجاعة وأولادها، طبعا فيها أيضا منطق التناقض القوي بين الحرب وبين السلم. هذه الأم التي فقدت أبنائها في الحرب وقتل أبنائها، وبالتالي فهي تتحول إلى تاجرة سلاح في الحرب، وبالتالي فهي تكون سعيدة حينما تنتظر يعني الحرب، وتكون شقية أيضا حينما تستمر الحرب. وهذا التناقض بين الأحاسيس في الحرب، طبعا يريد بريشت أن ينقل هذه الفكرة للمتلقي. وهذه الأم التي تكون طبعا سعيدة ببيع السلاح، وإن تعيش من تجارة السلاح، ولا يهمها طبعا من يشتري هذا السلاح، هل هو بروتستانتيا أو كاثوليكيا، لأن الحرب هنا مقصود الحرب 30 سنة بين الكاثوليك والبروتستانت. والهدف بالنسبة لبريشت هو أن يدفع المتلقي للتأمل في فظاعة وواقع من الحرب، وكيف أن الأم هنا طبعا هدفها وهو أن تبيع يعني السلاح. فالكافر هو الذي لا يدفع الثمن، والمؤمن بالنسبة إليها هو من يدفع يعني ثمن شراء السلاح الذي به تكون الحرب يعني رهينة الاستمرارية. وبالتالي فالعرض المسرحي هنا يريد أن يخلق للمشاهد هذا التناقض وهذه المفارقة بين الحرب والسلم. وهي طبعا إضافة إلى مواضيع طبعا أخرى يريد دائما بريشت أن يقدمها لنا. مسرحية أخرى مهمة أيضا هي مسرحية جاليليو، وهي تطرح فكرة أيضا الصراع بين العلم وبين الدين. وكجاليليو هنا رمز للسلطة العلمية، وإن الكنيسة أيضا رمز للسلطة الدينية، وكيف أن يعني جاليليو يعني تعرض للقمع، ويعتبره بريشت أنه لم خان الحقيقة في الوقت الذي تراجع عن بعض أفكاره تحت يعني فعل السلطة الإرهاب يعني الكنيسي آنذاك. وهذه المسرحية يعني تعرض يعني فكرة أساسية مرتبطة بمسؤولية المثقف والعالم والمفكر في يعني المجتمع. وبالتالي فالمتلقي للمسرحية حينما ينتهي العرض فيجب أن يحصل لديه هذا الوعي بأهمية هذه الصراعات. ومسرحيات طبعا أخرى تحضر فيها طبعا يعني دائما هذه العلاقة الصراعية داخل يعني المجتمع، وهذا ما يجعل يعني المشاهد لا يتماهى مع ما يقوله الممثل بقدر ما يتباعد ويندهش لطبيعة الأفكار التي تطرح، وكيف يمكنه أن يتفاعل معها بطريقة نقدية ينتقل من متفرج سلبي إلى متفرج يعني إيجابي يتفاعل بطريقة يعني نقدية. وطبعا أقف عند يعني هذه الأمثلة التي طبعا تميز هذه الأمثلة التي تعكس التصور الفلسفي لبريشت الذي ينقله إلى ويطبقه في مسرحياته العديدة، وهي مسرحية طبعا كان دائما يريد من خلالها بريشت أن يساهم ليس في تغيير الواقع فقط، وإنما في تغيير يعني الوعي وطريقة التفكير لدى الإنسان أو لدى المشاهد الذي يتتبع هذه المسرحيات التي يقدمها. وبالتالي فهذا الجانب البيداغوجي، الجانب الديداكتيكي، الجانب التعليمي هو جانب أساسي يعني استمده بريشت من المسرح ليسينج، في مقابل الجانب لتغيير الوعي ورفع من مستوى الوعي، ولما لا أن يكون المسرح أداة من أدوات ليس فقط نشر قيم التنوير ونشر قيم الإنسانية، وإنما أيضا المساهمة في تغيير يعني المجتمع. وبهذا الحد يكون قد أصل إلى باختصار شديد إلى هذا المستوى الثاني من مسرح بريشت يعني الملحمي الذي يعتبر مسرحا لا أرسطيان. وشكرا لكم.